النهارده بنرجع مره تانية نتكلم على منتخبنا الوطني الاولمبي. هبدا بمنتخب مصر الاولمبي. الحقيقه مش عايز ابالغ واقول انجاز، لانه بحكم التاريخ والارقام طبيعي جدا ان منتخبنا الاولمبي يشارك في يعني دوره الالعاب الاولمبيه، لكن هو دايما بيكون السؤال الحلم اللي مش عارف يتحقق ازاي، نوصل لفكره منصه التتويج حتى لو ببرونزيه. حتى يعني كنا زمان بنقول بالتالي انه الاهلي كمان مع نجاحاته العالميه كسر تابوهات او كسر حاجات كتير جدا كنا شايفين انها شبه مستحيله، انك انت تنافس انديه عندها امكانيات وعندها اسماء لكن تقدر تعمل قدامها نتائج وتوصل لمنصه التتويج. بقى حلم كمان ان احنا نشوف منتخب اولمبي او منتخب اول بيحقق الانجاز ده. شايفين الاول مشوار المنتخب الاولمبي ازاي وتوقعاتكم لمباراه النهارده مصر وغينيا؟ بلال، يعني يمكن في البداية ما كانش في حالة تفاؤل كبيرة نظرا لأن الجيل ده بالتحديد ما فيهوش أسامي مميزة أو نجوم لعبت مثلا مع الأندية المصرية هنا أو محترفين في الخارج عملوا اسم كبير، مثلا زي وقت الجيل السابق مثلا مع كابتن شوقي غريب كان موجود رمضان صبحي وكان أسامة جلال وكان مصطفى محمد كان ناصر ماهر، أسماء كلها احنا اتفرجنا عليها وشفناها، وأكرم توفيق وإمام عاشور، كان في طاهر محمد طاهر، كان في لاعبين كتير كانوا معلمين مع الجمهور اوريدي والجمهور عارفهم وعارف اساميهم وعارف طريقه لعبهم. الجيل ده مختلف شويه، يعني يمكن الجيل ده ابرز النجوم، ويمكن اللي بالمناسبه فاز بجائزه افضل لاعب في دور المجموعات هو ابراهيم عادل، لانه هو بيشارك باستمرار مع بيراميدز هنا في الدوري المصري. بالك برضو حمزه علاء احسن حمزه علاء بالظبط، ولم يتلقى مرمى اي هدف انه ما بيشاركش بالظبط، عامل بطوله مميزه جدا. وبالمناسبه هو تم اختيار 4 لعيبه من منتخب مصر في التشكيل المثالي لدور المجموعات، كان واحد من ضمنهم حمزه علاء، كان معاه حسام عبد المجيد وابراهيم عادل واسامه فيصل مهاجم منتخب مصر. فاقصد اقول لك ان الجيل دوت بالتحديد عامل بطوله كويسه جدا بيتحرك تحركات مميزه. فاقصد اقول لك ان الجيل دوت مقارنه بان هو ما عملش اسم كبير وما شاركش زي ما انت لسه حضرتك بتقول ان حمزه علاء ما شاركش خالص مع النادي الاهلي مع الفريق ويظهر بالمظهر دوت، فكل ده انا بحسب النجاح فيه لمستر ميكالي اللي اتكلمنا عنه هنا في وقت سابق وقت تولي قياده المنتخب الاولمبي، وقلنا ان هو مدير فني مميز جدا وكان عمل نجاحات مع منتخب البرازيل. فهو الراجل لا بصراحه قدر يطلع من الجيل دوت احسن ما عنده، قدر حتى يحقق التارجت الاول بالنسبه لنا وهو الوصول. وبالمناسبه انت اتكلمت عن الوصول، احنا منتخب مصر ياتي على راس قائمه المنتخبات الافريقيه اللي وصلت للاولمبياد ب 12 مشاركه، يجي بعديه المنتخبات بسبع نيجيريا بسبع مرات والمغرب بسبع مرات وغانا 6 وتونس 4 بالظبط. فمنتخب مصر بيوصل دايما للاولمبياد، ولكن احنا عايزين نغير التارجت، بدل ما بيبقى حلمنا هو الوصول وبعد الوصول بتتشتت الاحلام حتى مع مشاركه نجوم كبار. يعني احنا شفنا في وقت 2012 شارك محمد ابو تريكه وشارك احمد فتحي وشارك عماد متعب مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، ومع ذلك ومحمد الشناوي، ومع ذلك برضو مش قادرين ان احنا نتحصل على ميداليه. فنتمنى ان مع الجيل دوت ان شاء الله يقدر نكسر طب ما تيجي نقيس شويه، يعني تعالى نروح لمصطفى نساله. انا مش قادر اقيم الحقيقه يعني الجيل ده على قياسا على مثلا بطوله افريقيا دي في غياب قوه عظمى. يعني انا عارف طبعا انه منتخب زي منتخب مالي كان معانا في المجموعه طلع السنغال بجلاله قدرها، وغياب نيجيريا، غياب كوت ديفوار، غياب غانا، غياب كاميرون، غياب جنوب افريقيا، يعني انت بتتكلم على تقريبا معظم القوى العظمى في قاره افريقيا ما تاهلتش اساسا لبطوله امم افريقيا اللي هتاهل بعد كده للاولمبياد. هل ممكن نقيس على ده واحد انه خريطه الكره في افريقيا بتتغير وان في منتخبات كتير منتخبات صاعده، ولا القصه في المرحله دي مختلفه تماما عن فكره المنتخب الاول؟ وقياسا على المستوى الفني كمان، هل شايف ان الكره اللي احنا قدمناها المستوى اللي احنا قدمناه في البطوله يخلينا نفكر او نحلم بتحقيق الانجاز الحقيقي بقى او الحلم الحقيقي، فكره انك تجيب ميداليه في اولمبياد باريس السنه الجايه؟ بالنسبه للمنتخبات طبعا اللي ما تصعدتش، واعتقد ان الجيل ده او الفتره ديت من المواليد دي اعتقد مختلف تماما عن الفريق الاول، بالرغم ان الكره في افريقيا اعتقد هي اتغيرت تماما، وبنشوف دلوقتي في منتخبات كتير. يعني ما حدش كان يتوقع ان منتخب المغرب الفريق الاول يوصل لدور قبل النهائي. فالحاجات دي كلها بتبين ان المنتخب المغربي، وفي منتخبات طبعا تفوقت على منتخبات كانت دايما متفوقه زي الكوت ديفوار وزي السنغال وزي المنتخبات اللي دلوقتي شايفين ان هي في الفتره دي بقت خلاص هي متفوقه حاليا. يعني بالنسبه للمنتخب المصري انا شايف ان هو بدا البطوله مميز جدا، لكن قبله سوء حظ في مباراه النيجر وده تعادلنا فيها فده خلى المنتخب المصري اتصعبت عليه. وانا بشوف دايما ان شخصيه اللاعب المصري بتظهر في المواقف الصعبه جي
ليه تظهر في موقف؟ ما تظهر طول الوقت. ما يعني تظهر ليه لما بنتزنق بنبتدي نتحرك؟ يعني فكره انه لازم يبقى خلاص صعب عليه اخر لقطه او اخر لحظه عشان تبتدي ليه مش ثقافه يعني مش الطبيعي انك انت تتحرك في كل وقت وحسب اي ظروف انت بتواجهها؟ اعتقد ده بيمر بالفترات الناشئين بتبدا من المدارس من تحت قوي يعني. اعتقد لو ليه دايما الحته دي موجوده في النادي الاهلي مش موجوده سوري مش موجوده في النادي الاهلي؟ دايما تلاقي اللاعب يعني اغلبه طالع متعود على شخصيه البطل، متعود دايما على المكسب، متعود ما بيشوفش حاجه غير المكسب. ودي هنا تبان المنتخب الاولمبي ده على فكره ان اغلب القوام بتاعه مش موجود منه تقريبا غير 4 أو 5 لعيبه في النادي الاهلي. ايوه فدي برضو على فكره مهمه جدا، لان المنتخبات سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي او منتخب حتى الشباب، وجود لعيبه النادي الاهلي مهم جدا ليهم. ان مولودين على شخصيه البطل، عندهم دايما حته المكسب فقط لا غير. فالمنتخب بدا طبعا مباراه النايجر كان بدا بدايه كويسه، حبله سوء حظ، اتصعب عليه الموقف في مباراه مالي. وانا يعني قبل مباراه مالي حصل يعني مع كابتن نوار رياض المدرب العام واتكلمنا شويه عن مباراه المالي، وان فريق مالي طبعا فريق خطر جدا ومن الفرق دلوقتي اللي بتلعب الكره الصعبه اللي احنا بتاعت فرقه صن داونز بيلعبوا كره على الارض. هو خرج طول عمرهم مالي الحقيقه بيلعبوا كره محترمه جدا ويعني ما نقللش طبعا من مجهود منتخب مصر ان هو قدم مباراه كبيره. منتخب مالي منتخب صعب جدا على فكره ان هو يعني تكسب منتخب مالي. فانا بشوف ان انا راهنت ان هو على الجيل ده، ان الجيل ده اعتقد في بعض اللعيبه شايف ان هم يستحقوا يكونوا موجودين في الفريق الاول، وعلى العلم ان ابراهيم عادل كان موجود في طوكيو البطوله اللي فاتت مع كابتن شاوي غريب. فابراهيم عادل يعني مش مفاجاه بالنسبه لنا ان هو ياخد افضل لاعب في دور المجموعات، لان لعيب كبير ولعيب عنده شخصيه، واعتقد هو بيلعب اساسي على طول في نادي بيراميدز. وفي لعيب انا اشوف ان هو مميز جدا وكان سبب طبعا في صعود منتخب مصر، هو محمود صابر. محمود صابر لاعب بيراميدز، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، انا بشوف ان هي لسه ما انفجرتش يعني، لسه ما طلعتش كل الامكانيات بتاعت محمود صابر، وكان سبب في تحول اداء المنتخب المصري بعد مباراه النايجر اللي هو ما شاركش مباراه النايجر. وبشوف ان محمد شحاته برده لاعب نص الملعب لاعب نادي طلائع الجيش من اللعيبه برده المميزه اللي هيبقى ليهم مستقبل في الكره المصريه. فكل الافراد ديت وكل المجموعه ديت اعتقد بدأوا لما الموضوع اتصعب حسوا بمسؤوليه، وطبعا بدأ خلاص الانفجار اللي بدأ بعد مباراه الجابون والمباراه لما بدأنا خلاص نحسمها بهدف محمود صابر. فأعتقد كل لما الموضوع بيوصل للصعوبه ودي طبيعه خلاص احنا اتعودنا عليها، أعتقد بيبقى منتخب مصر بنلاقيهم وبيظهروا في اللقطات دي.